فإذا الاستعلاء على محدث الأحداث لون من الكبرياء. ربنا عايز لما يصيب واحد مصيبة يتأول. ولذلك سيدنا علي لما دخلوا عليه وهو شوية عنده وعكة فوجدوه بيتأوه مش عارف ايه، قالوا له يا أبا الحسن تتوجع؟ قال أنا لا أشجع على الله، أنا هعمل على ربنا فتوة يعني. ايه الحكاية دي؟ زي ما يجي واحد كده أقوى منك ويمسكك كده وبده يبين لك أنه قوي عنك، يمسكك يجدد إيدك، تقوم إن كنت أودد ناصح تقول له لا حسب على حدك، إنما تقول له إيه يعني يبقى إذا فيه تأب على محدث الأحداث وفيه إيمان بمحدث الأحداث وتقعد تتلطف. قال أنا بشكو بس وحزني إلى إيه وأنا أعلم من الله ما لا تعلمون، أنا عارف إن دي عبادة، إن دي إيه؟ نجيا عبادة.